السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم والحلقة 39 من مسلسل خائن. في الحلقة دي بعد ما نادين وجمانة بيمشوا من عند أسيل بيجي لها رسالة من يزن وبيقول لها إن هو هيفضل عند أبوه النهاردة، وبعدين سيف بيطمن إن يزن نام فبيدخل عند تيا وهي نايمة وبيفضل يبص عليها، وبعدين بيطلع على برة وبيتصل على أسيل وبيعتذر لها عن اللي حصل وبيقول لها إن يزن هو اللي كان عايز يقعد عنده النهاردة وإن هو مقدرش يمنعه، فأسيل بتقول له مش متفاجئة من اللي حصل، فسيف بيقول لها صدقيني انا مش مأيد رد فعل يزن تجاهك بعد اللي حصل، وانا وعدتك ان انا هرجعه البيت لكن لما صمم ان هو يفضل قلت لازم اكلمك وافهمك اللي حصل. فاسيل بتقوله دي مش اول مره ما تحترمش فيها وعدك، انت اصلا حد ما بيحترمش وعوده بالفطره. فسيف بيقول لها المره دي هوفي بوعودي واول ما يفوق من النوم هوصله على البيت. وتاني يوم الصبح اسيل بتكون واقفه وبتجهز الفطار ومستنيه يزن، وفي الوقت ده جرس الباب بيضرب، فبتروح تفتح الباب وبتتفاجئ ان يزن واقف ومعاه تيا، وتيا بتقول لها ان هي جت مع يزن عشان ياخد اغراضه. طبعا اسيل بتكون واقفه مش مصدقه ومصدومه ان يزن ابنها هيروح يعيش مع تيا. وبعدها ب20 يوم بيت سيف وتيا بيكون متدمر، والشرطه بتكون هناك وبتحقق في اللي حصل، وبيكون في حاجات كتير متكسره، وواحد من الشرطه بيلاقي مذكرات تيا، وتيا بتقول ان هي ندمت انهم رجعوا من بره، واتاكدت يوم ما شافت اسيل في مزرعه الخيول ان سيف مش هينساها، ومسكت نفسها عشان ما تبكيش. فالشرطي بيروح للمحقق وبيقول له في حاجه لازم تشوفها، وبيديله المذكرات بتاعت تيا، وتيا بتقول كمان ان هي خايفه من سيف ليقتلها بعد اللي هي عملته، لان كل تصرفاته الفتره الاخيره ونظراته ليها مرعبه، وعلى طول حاسس بالذنب ان هو ساب اسيل واتجوزها، وبيتمنى ان الايام ترجع لورا، وسيف ما بقاش الراجل اللي حبيته، وبيخوفني كتير. وفي مشهد تاني جمانة بتبعت رساله لسيف، وبتقول له ان هي عايزه تشوف الصبح في المستشفى، وفعلا سيف بيروح وبيقابلها، فجمانة بتقول له ان سالم بيقول ان مشروع امريكا ده وهمي، وان سيف بيكذب وان هو بس مجرد مهندس، والاخبار اللي انتشرت عن نجاحه كلها مش صحيحه، فسيف بيقول لها ان الكلام ده مش صحيح، وسالم بس بيعمل كده علشان بيحاول يداوي الجرح اللي جواه ومش عارف، فبتقول له سالم بيقول نوره هي اللي بتنشر الاخبار دي، فسيف بيقول لها هو اي حاجه تحصل تبقى نوره، فجمانة بتقول له عموما قلت احذرك عشان تاخد بالك، فسيف بيقول لها ان هو مش لازم ياخد حذره، لان اصلا مفيش اي حاجه من الكلام ده، فبتعتذر له ان هي جابته بدري وبتقول له كان لازم اعرفك، فسيف بيشكرها وبيخرج. وفي الوقت اللي هو ماشي فيه زياد بيروح له بيسلم عليه وبيقول له قلقت لما شفتك في المستشفى يوم السبت انت كويس، فسيف بيقول له ان هو بس كان بيزور جمانة، فزياد بيفتح معاه موضوع التبرع، لكن سيف بيقول له ان هو مشغول ولازم يمشي دلوقتي، فزياد بيقول له طب ممكن سؤال اخير، وبيقول له هو ايه علاقه ايمن وعماد، فسيف بيستغرب وبيقول له علاقتهم ازاي يعني، فزياد بيعرفه ان هو شاف ايمن وعماد وهم قاعدين مع بعض وكان شكلهم ان هم قريبين من بعض جدا علشان كده قلت اسالك، وعموما شكرا، وبيسيبه وبيمشي. وسيف بيكون متفاجئ وبيفضل يفكر، وبعدين بيروح للسكرتيره بتاعت ايمن وبيسالها هو موجود، فبتقول له ايوه، وبعدها تيا ونورا بيتكلموا مع بعض، ونورا بتعرف تيا ان كنان وافق يعتذر ليزن، وبتقول لها تقدري تعرفي ابن الدكتوره بس يا رب يخف بسرعه من اللي هو فيه علشان ننتهي ونقفل موضوع السرقه ده خالص، فتيا بتقول لها ما تقلقيش قريب هيتحسن، فنورا بتقول لتيا مش هقدر اتحمل ان سيف واسيل في الاخر يتفقوا عشان ابنهم يزن، واصلا هو من غير حاجه ما بيطلعش من بيتها ومش عارفه هو ليه بيعمل كده، ممكن تكون عامله له سحر، فتيا بتقول لها ما تقلقيش مش هخليها تنتصر عليا مهما حصل. وبعدها تيا بتروح ليزن وبتقعد معاه وبتعرفه ان كنان عايز يجي ويعتذر له، ويا ريت بقى الموضوع ينتهي والقصه دي تخلص، وبتعرفه كمان ان كنان ندمان جدا، فبيقول لها اصلا ان امه هي السبب في كل اللي حصل، لو كانت ما خدتش العلبه وراحت بيها المدرسه ما كانش كل ده حصل، فبتقول له لو عايزني اروح المدرسه واتكلم مع زمايلك انا ممكن اعمل كده، واهم حاجه عندي ان انت تكون كويس، فيزن بيشكرها، فتيا بتقول له انا زي اختك الكبيره واتمنى ان انت تعيش معانا هنا، انت بتوحشني انا وزينب جدا، بس الصراحه اكتر واحد بتوحشه هو سيف. وفي نفس الوقت ايمن بيتفاجئ ان سيف دخل عنده وبيساله في مشكله ولا حاجه، فسيف بيسقف له وبيقول له برافو انت بجد دكتور شاطر جدا، فايمن بيقول له ممكن توضح كلامك ولا تحب نحدد ميعاد جلسه علاجيه علشان تقدر تشرح بالتفصيل، فسيف بيقول له ايه اللي بينك وبين عماد، فايمن بيقول له انتبه على كلامك، فسيف بيكون متضايق جدا وبيقول له انا عايز اعرف اتكلمتوا في ايه، فايمن بيقول له تعرف ليه، فبيقول له علشان في شيء جوايا بيقول لي ان الكلام كان على اسيل ولا انا غلطان، فايمن بيقول له نفترض يعني ان الكلام كان كده انت مالك بالموضوع، فسيف بيتعصب جدا وبيقول له ان اسيل ام ابنه وبتعني له مفيش اي قوه في الدنيا هتمنعه عنها ويا ريت تخلي الكلام ده في راسك، فايمن بيقول له عندي مرضى كتير ومش هخليهم يستنوا اكتر من كده، فسيف بيقول له قلت ايه لعماد عن اسيل، فايمن بيقول له عماد ما قالش حاجه عن اسيل،
اسيل، هو بس عنده علامات استفهام على علاقتك انت واسيل. فسيف بيقول له انت مين عشان تتكلم عن علاقتي انا واسيل؟ فايمن بيقول له علشان عماد هو اللي طلب مني ان اقول رايي بالموضوع وعمك بيقيم العلاقه. فسيف بيتضايق وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيجي الوقت اللي اسيل بتكون واقفه فيه وبتجهز الفطار، وبتكلم سيف وبتساله عن يزن، فبيقول لها ان هو كان عنده مشوار مهم وخلصه على الطريق وهيروح يجيب يزن وعشر دقايق وهيكون عندها. فاسيل بتقول له انا هجهز له الفطار. وبعدها سيف بيوصل على البيت وبينده على يزن، لكن رنا بتعرفه ان تيا ويزن خرجوا. فسيف بيكون مستغرب وبيقول لها راحوا فين بدري، فبتقول له تيا قالت هتروح البيت مع يزن علشان تجيب اغراضه. طبعا سيف بيتفاجئ وبيسالها خرجوا بدري، فبتقول له لسه من شويه. فسيف بيخرج بسرعه وبيروح وراهم، وفي نفس الوقت جرس الباب بيضرب عند اسيل. فاسيل بتفتح الباب وبتتفاجئ ان تيا واقفه مع يزن، وبتقول لها ان هي جت تاخد اغراض يزن عشان هيعيش معاهم، ويزن بيدخل على جوه. فاسيل بتنده له، وتيا بتقول له مستنياك هنا. فاسيل بتقول لها انت بتعملي ايه؟ فتيا بتقول لها ان يزن هو اللي قرر يروح يعيش معاهم. وفي الوقت ده بيجي لها تليفون من سيف، لكن ما بتردش عليه. واسيل بتقول لها مستحيل ده يحصل. فتيا بتقول لها وادي بيحصل، لكن اسيل بتقول لها خليني اوضح لك بشكل رسمي، انا معايا وصايه يزن. فتيا بتقول لها لو عايزه يزن يكرهك طول العمر روحي واحكي له الكلام ده. فاسيل بتقول لها اطلعي بره بيتي، انا مش هسمح لك ان انت تاخدي يزن. فتيا بتقول لها ان هي اصلا هتمشي بس هتساعد يزن الاول يلم اغراضه. وفي نفس الوقت سيف بيكون رايح على الطريق وبيفضل يتصل على تيا، لكن بيلاقي التليفون مقفول. وبعدين اسيل بتقول لتيا اطلعي بره بيتي بدل ما اتصل بالشرطه. فتيا بتقول لها هتخلي يزن معاكي غصب عنه، حقه الطبيعي ان هو يكون مع ابوه، انت عارفه كده. ويزن بيكون فوق وبيسمعهم وهو بيلم اغراضه. واسيل بتقول لتيا انت مالكيش اي حق تتكلمي عن ابن يزن، انت فاهمه؟ فتيا بتقول لها وانت مش الشخص الوحيد اللي ليه الحق ان هو يتكلم عن يزن، وزي ما هو ليه ام فهو كمان عنده اب. وفي الوقت ده سيف بيوصل عندهم وبيقول لهم ايه اللي بيحصل هنا. فتيا بتقول له ان يزن عايز يعيش معاهم على طول، وطلب منها ان هم يجوا هنا علشان ياخد اغراضه، بس زي كل مره في حد مش فاهم رغبه يزن. فاسيل بتقول يزن مش هيخرج من هنا، وبتقول لسيف خد مراتك قبل ما تتصل بالشرطه. فسيف بيقول لتيا مش كان من الافضل انك تعرفيني قبل ما تيجوا هنا؟ فتيا بتقول له ان يزن هو اللي اصر. فسيف بيقول لها كان برضو لازم تعرفيني. ويزن في الوقت ده بينزل من فوق ومعاه الشنطه بتاعته، وبيقول لسيف انا اللي اصريت. طبعا سيف بيكون متفاجئ، واسيل بتيجي تاخد الشنطه من يزن، لكن يزن بيقول ان هو مش عايز يفضل في البيت ده. وسيف بيجي يتكلم، لكن يزن بيقول له مش ده اللي انت كنت عايزه. فاسيل بتطلب من يزن ان هو ما يمشيش ويخليهم يتكلموا، لكن يزن بيقول لها ان هو عايز يمشي من هنا ومش عايز يتكلم معاها. فاسيل بتقول له هو انت بجد بتحاسبني؟ انا كنت خايفه عليك، ورغم كل اللي انت عملته انا ما حاسبتكش، خلينا اساعدك ونوصل لحل. لكن يزن برضو بيرفض وبيقول لسيف يلا يا بابا. فسيف بيقول له امك معاها حق، خلينا نقعد ونتكلم، لكن يزن بيرفض وبيسيبهم وبيخرج. وتيا بتقف وبتبص لاسيل وبعدين بتسيبهم وبتمشي. فسيف بيقول لاسيل ان هو ما كانش يعرف اي حاجه عن الموضوع. فاسيل بتبص له وبتفضل ساكته، فبيقول لها صدقيني، وبعدين بيخرج. وفي الوقت اللي هو بيكون ماشي فيه هو ويزن وتيا بيشوف نادين، والاتنين بيبصوا لبعض، وبعدين سيف بيمشي. فنادين بتروح عند اسيل عشان تطمن عليها، فاسيل بتترمي في حضنها وبتفضل تبكي وبتقول لها يزن تركني. وفي نفس الوقت نوره بتكون قاعده مع عماد وكنان وبيفطروا، وبيجي لها صوره من تيا وهي متصوره مع سيف ويزن، وبتوريها لعماد وبتقول ان يزن خلاص هيروح يعيش معاهم. وبعدين عماد بيقول لها يبقى سيف خد بنصيحتي، فنوره بتقول له ازاي يعني؟ فعماد بيقول لها ان هو اتكلم مع سيف ونصحه وقال له انه لازم ياخد وصايه يزن علشان يقدر يعيش مرتاح. فنوره بتقول له برضه بنت تيا تعبت جدا في الموضوع ده. وكنان بيفضل يبص لهم وهو متضايق، فنوره وعماد بيسالوه مالك، فبيقول لهم مفيش، ناقص بس ان يزن يشاركني في الموبايل بتاعي. وبعدين بيطلب من عماد يخلي نوره تديله الاغراض بتاعته، فبيتفقوا معاه ان هو على العشاء يصالح يزن، ولو عمل كده وبقوا كويسين مع بعض هياخد كل اغراضه وما يقولش عليه مره تانيه ان هو حرامي. فكنان بيوعدهم ان هو هيصالحه ومش هيقول عليه كده مره تانيه. وفي نفس الوقت نادين بتكون لسه عند اسيل، فاسيل بتقول لها مش عارفه اعمل ايه، كل ما احاول اصلح حاجه الاقي حاجه تانيه طلعت قدامي، هو يعني المفروض ان انا كنت اشوفه هو بيسرق واسكت؟ اكيد كان لازم اعمل حاجه واصلح الغلط.
فنادين بتقول لها اللي انت عملتيه صح وبلاش على طول تلومي نفسك. بتسأل أسيل وبتقول لها بتفكري تعملي ايه، هتروحي وتاخدي يزن؟ لكن أسيل بتقول لها مش هقدر اعمل كده. فنادين بتستغرب وبتقول لها ليه، ليكون وصاية يزن مش ليكي، يعني لو روحتي للشرطة وطلبتي ابنك هما هيعملوا ايه؟ فأسيل بتقول لها مش هيعملوا حاجة، لكن يزن هو اللي ممكن يتضايق كتير من الطريقة دي، علشان كده ما قداميش اي حل تاني غير ان انا اديله وقت زيادة. فنادين بتقول لها قد ايه هو محظوظ ان عنده ام زيك. فأسيل بتقول لها ان دي حاجة بتتعبها جدا، وكل ما تحاول تقرب منه خطوة هو بيبعد عنها. فنادين بتقول لها انا حاسة ان تيا هي اللي بتقويه عليكي. فأسيل بتقول لها حتى لو كده، فنادين بتقول لها ما تنسيش ان هو بيحب عيلته جدا ومش هيقدر يتعود. فأسيل بتقول لها ان هو خلاص اتعود، لكن نادين بتقول لها يزن ما تجاوزتي موضوع الطلاق بتاعك انت وسيف، ويزن بيعاني من جوه قلبه. فأسيل بتقول لها علشان كده مش بلحها عليه وهستناه هو لما يجي عندي. وفي مشهد تاني تيا وسيف بيكونوا في البيت، وسيف بيزعق مع تيا على اللي هي عملته، فتيا بتقول له وطي صوتك شويه عشان يزن ما يسمعكش. فسيف بيقول لها ان موضوع يزن حساس جدا، وان هو مش محتاج ابوه بس في المرحله دي، لكن هو كمان محتاج لامه. فتيا بتقول له علشان كده انا بحاول اساعد يزن لان امه هي اللي دخلته في الحاله دي. فسيف بيقول لها وايه دخل اسيل باللي حصل؟ فتيا بتضحك وبتقول له من امتى وانت بتخاف عليها وعلى مشاعرها، وبعدين مش انت كنت عايز يزن يعيش معانا؟ فسيف بيقول لها ايوه بس مش بالطريقه دي، انا عايزه يتجاوز الفتره دي ويبقى كويس، وده اهم من اي حاجه في الدنيا. فتيا بتقول له انا كمان عايزه كده، وبدل ما حكمه زي امه بحاول امن له مكان عشان يعيش فيه ويحاول يطلع من الحاله اللي هو فيها. فسيف بيقول لها ان مشكله يزن جديه، وطالما هو وامه موجودين يبقى لازم يتكلموا معاه بشكل صريح مش يخلوه يهرب من المشكله. فتيا بتقول له مش اسيل اللي استخدمت يزن وعملت لك فخ عشان تبعده عنك؟ فسيف بيبص لها وهو متضايق وبيسيبها وبيخرج، وبعدين بيبص وبيلاقي يزن قاعد وبيلعب مع زينب فبيتبسط جدا. وبعدها نادين بتقول للاسيل ان هي هتمشي، فاسيل بتشكرها جدا، وبعدها بتقف تبص على الفطار اللي كانت عاملاه، وكمان بتبص على صورها مع يزن، وبتطلع على فوق وبتقعد في الاوضه بتاعته وبتفضل تبكي. وفي مشهد تاني امل بتكون في الشغل وسامر بيروح لها، فبتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول لها ان هو كان جاي عشان يعتذر على اللي حصل في المستشفى. فامل بتكون مستغربه وبتقول له تعتذر عن ايه؟ انت على طول بتعمل مشاكل، اتفضل يلا امشي من هنا. فبيقول لها ان هو اصلا هيمشي، وفي الوقت اللي هو بيجي ماشي فيه بتقول له مين الست اللي جات لك في المستشفى؟ فما بيرضاش يقول لها اي حاجه وبيسيبها وبيمشي. وبعدها ام سامر بتكون عند اختها وبتقول لها ان هي هتمشي علشان بقت عبء عليها. فاختها بتقول لها هتروحي فين؟ هو انت اصلا معاكي فلوس؟ فام سامر بتقول لها ايوه انا معايا قرشين شايلهم على جنب وهدور على اي مكان اقعد فيه. فاختها بتقول لها ان هي تعرف واحده اسمها رنا وشغاله عند مهندس جنبينا حاله ميسور، كمان قلبه طيب ومراته عضوه في جمعيه خيريه، وممكن يساعدوك تلاقي مكان لحد ما توصلي لابنك. فام سامر بتشكرها جدا. وبعدين اسيل بتكون في السياره وبتكلم هيا وبتقول لها ان هما اليومين الجايين هيودوا يزن عند دكتور نفساني. فهيا بتقول لها كويس جدا وبيطمنيني. فاسيل بتقول لها اكيد طبعا وبتشكرها على اهتمامها. وفي مشهد تاني جمانه بتكون في المستشفى وبتكلم نادين وبتكون مستغربه من اللي هي بتقوله، وبتقول لها ازاي ده حصل؟ ده سيف كان عندي في المستشفى وقال لي ان هو هياخد يزن ويوديه لامه. فنادين بتقول لها ان ده نفس الكلام اللي قالته اسيل، وان هي حاسه ان تيا ليها يد في الموضوع. فجمانه بتقول لها حتى لو كده اسيل هتعمل ايه؟ فنادين بتقول لها مش هتقدر تعمل حاجه لكن احنا هنعمل. فجمانه بتقول لها واحنا هنعمل ايه؟ ايه اللي في ايدينا يعني؟ فنادين بتقول لها انا عندي خطه. وبعدها اسيل بتكون مع ايمن وبيديها كتب عن علم نفس الطفل، واسيل بتشكره جدا. فايمن بيسالها اتكلمتي مع يزن؟ لكن اسيل بتقول له لا لان هو لسه واخد منها موقف. وفي نفس الوقت سيف بيكون مع يزن وبيقول له ان هو فاهم موقفه، لكن تصرفه ده هيخلي اسيل تزعل جدا. فيزن بيقول لسيف لو كنت مهتم بزعل ماما ما كنت زعلتها من الاول. فسيف بيقول له مهما حصل بينا هنفضل نحبك. فيزن بيقول له ماما بتحبني زيك. فسيف بيقول له ان هي عايزه مصلحته وخصوصا في الموضوع ده. وايمن في نفس الوقت بيقول لاسيل ان يزن هيفهم قد ايه هو ظلمك واللي انت عملتيه ده صح، سيبيه يفكر شويه. فاسيل بتقول لايمن انا بس خايفه ان هو ما يرجعش على البيت تاني. ويزن في نفس الوقت بيقول لسيف انا عايز افضل هنا يا بابا. فسيف بيقول له ده بيتك وممكن تفضل هنا وقت ما تحب، وانا قلت لك الكلام ده اكتر من مره، بس لو ترضى نقعد انا وانت واسيل ونتكلم ده هيكون مفيد ليك ولينا. لكن يزن بيرفض وبيصمم ان هو يفضل عنده في البيت.
البيت. وأيمن كمان بيقول للأسيل إن الأولاد في سن المراهقة بيهمهم جدا شكلهم قدام زمايلهم وممكن يعملوا مشكلة مع أهلهم بسبب كده، لكن بظن إن لسه بدري جدا وده مطب على الطريق والحياة أكيد هتكمل. فأسيل بتقول له بتمنى، وبعدين بتسأله وبتقول له أنت قبل كده قلت لي إن الحياة مليانة مفاجآت، كنت تقصد إيه بالكلام ده؟ فبيقول لها إن هو فقد مراته وابنه وكانوا مع بعض في السيارة وعملوا حادثة. فأسيل بتعتذر له جدا وبتقول له أنا آسفة. فأيمن بيقول لها علشان كده ما تتعامليش مع الحياة على إن هي معركة ومجرد ربح وخسارة، وخدي الأمور ببساطة، أنت وسيف أهم حاجة عند يزن في الدنيا ولازم توصلوا لحل وسط علشانه. وفي مشهد تاني عماد بيكون في المكتب وبيكلم نورة وبيقول لها إن هو هيطلع من المكتب على تيا، وفي الوقت ده بيعرف من السكرتيرة إن سامر وصل عنده فبيقول لها خليه يدخل، وبعدين بيقفل مع نورة وبيتكلم معاه وبيقول له كنت مفكر إن أنت هتجيلي أول ما تخرج من المستشفى، لكن استغربت إن أنت عديت يوم وبعدين جيتلي علشان الناس اللي زيك بيحبوا الفلوس جدا. فسامر بيقول له والناس اللي زيك أنت وسيف بيحلوا كل مشاكلهم بالفلوس، لكن عماد بيقول له ما تقارنيش بسيف، سيف طلب منك اكتر من مرة ان انت تبعد عنه لكن انت ما كنتش بتعمل كده، وبيمسك الصورة بتاعت عيلته بيعرفه ان دول اهم حاجة عنده في الدنيا وان هو عايش عشانهم. فسامر بيقول له اديني فلوسي عشان امشي، فعماد بيقول له ما تقلقش هتاخد الفلوس، لكن بيحذره ان هو يقرب مرة تانية من عيلته او حتى يحاول يضايقهم وساعتها هيشوف منه معاملة تانية، وبعدين بيكتب له شيك وبيدهوله. فسامر بيبص فيه وبيتفاجئ وبيقول له فعلا انت غير سيف خالص، سيف بخيل جدا لكن انت كريم، وبعدين بيسيبه وبيمشي. وبعدين ام سامر بتروح المستشفى وبتسال مايا عن البيانات بتاعته وبتكون عايزه رقم تليفونه، لكن مايا بتقول لها ان هي مش مسموح لها تعمل كده. فاسيل بتيجي ومايا بتعرفها اللي حصل، وام سامر بتفضل تترجى اسيل ان هي تساعدها. فاسيل بتسالها وبتقول لها انت تقربي له ايه؟ فبتقول لها انا امه. طبعا اسيل لما بتسمع كده بتتفاجئ، وبعد ما بتفضل تترجاها بتقول لمايا ان هي تديها رقم تليفونه. ودي كانت سريعا احداث الحلقه 39 من مسلسل الخائن. استنونا في الحلقات الجاية، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.